الحب أو عيد الحب أو عيد العشاق مناسبة بيحتفل فيها الناس من كل أنحاء العالم ب14 شباط من كل سنة. أصل التسمية بينسب للقديس فالنتاين. بداية العيد كان الحبيبين بيهدوا بعض الورود الحمراء رمز للحب، ولكن هالمفهوم تطور وأخذ منحى أكبر تجاري مع بداية 1950، واعتبر من مواسم الأعياد الأساسية عند التجار، وقامت الشركات بتصنيع هدايا ومأكولات خاصة بهالعيد. ليصير هيدا اليوم هو اليوم التقليدي ليعبر الكابل عن حبهم لبعض عن طريق إرسال بطاقات عيد الحب يلي بتوصل لمليار بطاقة سنوياً، يعني بالمرتبة الثانية بعد عيد الميلاد من ناحية عدد البطاقات المرسلة المزينة برموز تستعمل بكثرة لهالمناسبة من طيور الحب، الورود الحمراء والملائكة. ما وقفت الهدايا هون، تعدت لأهداء الزهور وقوالب الجاتو المخصصة للفالنتاين إضافة للهدايا الثمينة. وبتشير الإحصاءات أن الرجال بيصرفوا مادياً دوبل عن النساء بهالعيد، وبيبقى هاليوم تعبير حلو عن مشاعر تجاه يلي منحبهم ومناسبة لنشكرهم لوجودهم بحياتنا. حبوا بعض، هابي فالنتاينز داي، أسبوع جديد ومعلومة جديدة، انطرونا.